لكل ام جديده مش عارفه هتفطم ابنها امتى وايه السن المناسب، النهارده هنعرف مع بعض. بس قبل ما اقولك ما تنسيش لايك والشير وشويه الزراير اللي حواليا. هنا القاهره الى ربات البيوت. في ناس بتفطم ولادها على سنه ونص، وفي ناس بتفطم ولادها على سنتين، بس هو الصح سنتين. اهالينا زمان كانوا بيقولوا اول حزن بينزل قلب العيل الفطام، علشان كده يا روح قلبي بيبقى صعبان عليه جدا 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 من الام، انك طبعا بتمنعيه عن الرضاعه. اوعي حد يقولك ابعدي عنه او سيبيه وامشي، لا مش هيبقى لا رضاعه ولا حنيه ام. اوعي، خديه في حضنك وطبطبي عليه وكلميه وسايسيه وحيليه. انت بتبقي تعبانه الله يعينك، بس معلش هو محتاجك اكتر، حنيتك وحضنك بيعوضوكي عن الزعل اللي جواه. لكن انت الاول وفي الاخر واحده كبيره وفاهمه بتعمل ايه، لكن هو يا روحي مش فاهم، بيبقى زعلان وخلاص هيتجنن. وانت خلي الدكتوره تكتب لك علاج ينشف اللبن، وما تشربيش سوائل كتير، هتخفي اسرع وان شاء الله هتبقي كويسه وكله بيعدي. ويا رب ما حد يتحرم من اللحظه دي ويرزق كل مشتاق.